تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تنطلق بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي البحرين بافتتاح القرية وعقد مؤتمر صحفي يضم عددا من الرعاة والمشاركين من حول العالم. أعلنت العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة فعاليات أمل المرباطي عن افتتاح قرية بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي التي ستقام في مملكة البحرين تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث تم الانتهاء من تجهيز موقع البطولة. وأكدت أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة في قرية البطولة، منها مقر البطولة وخيمة التسجيل والمشاركة، علاوة على موقع المعرض المصاحب الإكسبو، مشيدة بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الذي وجه بأهمية التنظيم المثالي لهذه البطولة لما تمثله من صورة مشرقة لاستضافة مثالية لمملكة البحرين. المرباطي كشفت أن عدد المشاركين في مسابقة الرجل الحديدي يوم السبت ومسابقات آيرون كيدز وآيرون جيرلز في ازدياد، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 2000 مشارك في البطولة، مؤكدة على أن هذه الأرقام تؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها البطولة الرئيسية والبطولات المصاحبة. احنا على اتم الاستعداد، الموقع جاهز ان شاء الله، والكل الجهات سواء كانت حكوميه سواء كانت خاصه دعمتنا، وهم كلهم على تاهب ومستعدين حق هذه الفعاليه. باكر ان شاء الله بنبتدي. اليوم ابتدينا، احنا فتحنا قريه الايرون مان اللي هي جنب حديقه جنب الافنيوز حديقه الافنيوز، وابتدينا تسجيل المتسابقين تقريبا 1500 متسابق. ومن بكره بتبتدي فعالياتنا حق الاطفال وحق النساء، وان شاء الله يوم السبت بنكون جاهزين حق السباق. اكثر من 30 جهه و89 دوله مشاركه في هذا العام تعاونت لابراز هذه البطوله بافضل صوره ممكنه، ما يؤكد اهميتها وما يعكس الاساليب التنظيميه المتطوره التي تحتضنها مملكه البحرين والدعم للبطولة التي تنشئ فرقا رائعة أثرت بشكل إيجابي على المجتمع البحريني ودعمت الفعاليات الإيجابية التي تدعم تطور المملكة. سمو الشيخ ناصر يعني قدر أنه يجيب البطولة إلى البحرين وهذه الرياضة إلى البحرين، ومن خلال هذه الرياضة غير حياة ناس كثيرين، يعني صاروا ناس يمارسون الرياضة أكثر. إذا تروحين منطقة الزلاق تشوفين إن ناس وايد على الـ على الـ على البايك، وناس وايد قاعدين يركضون ويمارسون الرياضة في الويكند. هذا الشيء ما كنا نشوفه قبل، فاليوم ناس وايد وناس مختلف الأعمار مختلف. أنا شفت ناس أعمارهم في 50 وفي 60، نفس شفت ناس أعمارهم 15 و16 صغار، كلهم يعني يشتركون في حبهم حق هذه الرياضة، فقاعد تغير الكثير في خلينا نقول ثقافة المجتمع في البحرين إلى الأفضل، وهذا شيء جدا مهم. طبعا بالنسبة لنا احنا في بيتلكو نؤمن في ان هذه الرياضة تقدر تغير الكثير وتقدر تعطي حق المجتمع الكثير. اول شيء تفتخر طيران الخليج برعاية مهرجان الرجل الحديدي 70.3 السنة الرابعة، كونها احد اهم مناسبات الرياضية في مملكة البحرين، تجذب رياضيين من احوال العالم. رعاية هذا الحدث الرياضي تمنحنا فرصة بترويج مملكة البحرين لجمهور الرياضي والمشجعين من حول العالم. بالنيابة عن النقل الوطني لمملكة البحرين، حبينا نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على هالفعالية الممتازة، ونفتخر نحن نكون جزء من هالفعالية. احتضان مملكة البحرين لهذه البطولات يؤكد على ما تحمله من أهداف سامية تؤثر بشكل إيجابي وواضح على المجتمع من الناحية الثقافية والصحية، حيث تندمج البطولة في كل عام بشكل كامل مع الثقافة البحرينية بطريقة جميلة جدا تشير إلى الثقة بين المجتمع والفريق العامل على البطولة في كل عام.